الكبير الكابتن حسام حسن، بحييك. وحسام حسن اسطوره بمعنى الكلمه، سواء في الكوره سواء في التدريب. انت النهارده يعني مش عارف اقول لك ايه والله، تستحق التحيه وتستحق التقدير، حتى خارج متعادل حزين. الحمد لله طبعا على كل شيء، يعني المفروض كل الناس فرحانه انت حزين. لا الحمد لله على كل شيء. انا بقول ان احنا كنا قريبين للمكسب، بس بنلعب مع نادي كبير، نادي الاهلي، احسن نادي في الوطن العربي في افريقيا، عنده احسن لعيبه بتاع منتخب مصر وخبرات وكل الملاعب. المنظر ده في لعيبه من عندي اول مره تلعب في ملعب زي ده وبالمنظر ده. وبالمناسبه يعني دي حاجه تحسب للقوات المسلحه ومصر، ان عندنا حاجه كبيره زي دي ومحترمه، وتحياتي تحيه كبيره للقوات المسلحه اللي عملت المنشاه الكبيره العظيمه دي. لكن انا بقول الخبرات اللي عندي، في ناس اول مره تلعب في ملعب زي ده، اول مره تطلع بورسعيد، ومع ذلك انا يعني على قد ما كنت بلعب مع نادي كبير زي النادي الاهلي واحسن نادي في مصر وفي افريقيا والوطن العربي زي، ومعاه طبعا بعدين نادي الزمالك، لكن انا بقول ان احنا انا زعلان الحمد لله على النتيجه، لكن كنت نفسي ان انا اكسب 3 نقاط. كنت ده حق، ده حقك وحق مشروع. ولينا بنالتي الكره اللي جت في القائم ومن تحت. شايف عتاب بينك وبين كابتن سيد عبد؟ لا، ما هو سيد اخويا الصغير واحنا يعني من الناس اللي احنا احتضناه، واحنا وهو اول ما طلع من الناشئين، والكابتن ابراهيم كان بياخده يعني الراجل اللي بيلعب بكرات او يلعب ناحيه اليمين. سيد لا اخ صغير وجميل يعني، سيد ربنا يوفقه، ويكفي ان هو من النادي الاهلي، المنظومه بتاعتنا يعني اللي احنا تربينا فيها ومفيش حاجه خالص. بس هو كان بس خبراته والعلاقه اللي بيننا وبين بعض المفروض ان هي اللي اتعلمناها في النادي الاهلي الكبير والصغير، لكن هو مفيش حاجه، بالعكس سيد اخويا الصغير، وسعيد بيه ان هو ينجح في اي مجال فيه.